مرحبا السي عبد اللطيف. حنا دابا النقل المزدوج عندنا دابا السيد الوزير، حنا مستعدين من غدا يعطينا البديل، حنا مستعدين من غدا يعطينا البديل، ولكن دابا عندنا واحد المشكل. عندنا المشكل الاول مثلا حنا هاد الطوموبيلات اللي صالح لينا للجبال راك عارف ما كتسخون ما والو، بحال المرسيدس راه خاص 60 مليون هي الاولى، وحنا كاينين اللي بدا هاد النقل المزدوج من صفر الله يحسن العوان، ومن بعد طريق. ها انت جبتي الطوموبيل يا يدعموك يعطيك يا 30 مليون ديال الدعم ولا اسمو، وتخرجها ب 60 مليون ولا 70 مليون، وها ستريتات ديال 5000 درهم ولا 4000 درهم الشهر، ومني غتجبدهم والبلايصات ديال 5 درهم و 10 درهم والطرقان ما كاينينش. والبنوات انا براسي كاين واحد الطريق تنديرو من الجامعه امرسيد مسمى برنات، فيه 7 كيلومتر ولا 8 من الاستعمار داس بالبيست، وتندوز منها 8 النقل المزدوج، 8 النقل المزدوج تيدوز منها يوميا ذهبا وايابا، سبعه د المرات خمسه د المرات تيمشي ويرجع، وما صالحاش كاع الطريق يا ديال المعيز، خلي عليك النقل المزدوج ما صالحاش كاع. حنا غادي تشوفوا الطريق راه غادي راه مسولنا، وبين الجامعات كاينه الجامعه امرسيد والجامعه ايت محمد. عندنا المشاكل ديال الطرقان والمشاكل ديال النقل ديال النقل السري، هادوك اللي قتل النقل المزدوج. النقل المزدوج ولاو هما تيتخباو عندنا ديبار. انا وولد عمي اكوج مسمى اكوجيليوس فيه واحد الدوار، دوار صغير مسمى سلمت ايت بوغماز، ودايز هذاك سميتو الودرون، وفيه كنا حنا جوج النقل المزدوج وفيه 17 خطافه، وحنا ولينا تنتخبى. انا براسي تندخل ما تيبغيش يركب معاك وتيركب مع الخطافه، ومني تتحبس الخطافه هما تيجيو تيدير المسيره عند السيد العام. واش هادشي تينقصوا من الثمن؟ راك عارف الخطافه اللي جاب الطوموبيل تيخسر منها، اللي جاب الطوموبيل تيخسر منها 5000 درهم العام، وحنا تبعنا 41 مليون اللي تيطلع النقل المزدوج. حنا حسبنا داكشي من ناحيه الضريبات، من ناحيه ستاسيونمون، من ناحيه الشوافر، من ناحيه الكليما الى كريتيا، 41 مليون اللي تيطلع في النقل المزدوج العام. واحد المسألة أخرى كاينة على هادشي ديال النقل المزدوج، مثلا حنا عندنا الجماعة القراوي بحالنا حنا، ما عندناش كاع، ما كاينش لا المحطة لا فاش تبلاصي، تنبلاصي غير في الأرض ديال الناس، وتنخلص فيها 32600 للجماعة تابانت. وقلت لهم الله يجازيكم بخير، حنا مني تنخلصوا راه خاصنا المحطة باش تخلص بحال هكا، راه خاصك تكون المحطة ويكون فيها الضو ويكون العساس، باش مني حطيتي ترونسبور تحطو في الأمان. راه ما يمكنش أنا نبقى نقابل طوموبيلتي والعام تنخلص عليه 32600، ومني تنشوف نصيفطو للجماعة وما تنستافدو من حتى حاجة من ديك الجماعة، وحنا تنبلاصي في الأرض ديال عباد الله. المسؤولين تنقول لهم الله يجازيهم بخير، الله يهديهم، يصاوب لنا الطرقان، المسؤولية والسلطات المحلية يحيدنا الخطافة، البلاصة اللي فيه أربعة النقل المزدوجات، خمسة النقل المزدوج، والطاكسيات راه ما بقاش باش تزيدوا عليها عاوتاني الخطافة. كافية حنا حنا تنقولها لهم، تنمشي عند السيد العام تنقول حنا مستعدين نقوموا لك واحد الحاجة، تيقول لنا السيد العام تيقول لك أودي راه ما يمكنش نهار السوق يتحيد الخطافة، أودي حنا تنطلبوا ينقصوا، ومن بعد البلاصة اللي فيها النقل المزدوج أنا تنتحمل المسؤولية، حيت حنا غندير واحد تندير واحد الحاجة، كاينين النقل المزدوجات اللي تيبقى هنا ثلاث أيام أربع أيام عاد توصلوا النوبة باش يشارجي واحد الفياج. ومثلا حنا مثلا السوق هنا فازيلان عندنا النقل المزدوج غنعطيه الترخيص ويخدم، وهو بعدا مرخص يخدم يهز المواطنين نهار السوق، ومن بعد طلع ليت محمد مني كاين السوق حنا غنطلعوا النقل المزدوج يخدموا في الطرقان، واخا ما عندهمش يعطيو سميتو يعطيو الترخيص حتى هما يعطيو الترخيص يخدم ديك نهار السوق، والخطافه يحيدوا، حيت لا وقع يا على شي حاجه الله يحسن العوان يلقاو بعدا سميتو مني يتعوضوا، بحال هادو اللي مشاو الله ولا بهم رحمه وسعنين اللي عنده اللي هاش شي بلايص وما ما مرخصين، وكي غادير شحال. حنا انا بهذا العام اللي دازت حسبت النقل السيري تقتل مع شي 41 شخص اللي تقاتل النقل السيري، ومني شي مشاو شي مشاو عند الله سبحانه وتعالى الله يولى بهم رحمته وسعنين، اللي ما مات كاع بقى الشيفور مشى يدوز الحبس، اش غندير في ديك الحبس ديال الشيفور؟ حنا بغينا مثلا اللي مات لي شي 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 واحد ولا شي وحده الله يولى بهم رحمته وسعنين وخص يتعوضوا، يحس التعوض. حنا مني تنخلصوا القوانين علاش هاد لا سيرونس تنخلصوا؟ تنخلصوا الا وقع شي حاجه باش يستافد منه المواطن الله يحسن العوان، واللي كاع اللي ما تيخلصوش
البلايص اللي ما طايصوا لي بعد منه، وحتى حنا ما عندناش المشكل، حنا مني حيدوا الخطافه انا غنهز، عندي 15 بلاصه غنهز 10 ونقال الديبار ديالي خمسه ولا سته تيتسناو ونجيبهم ونجي المحطه نلقى 10 نديهم. حنا بغينا نخدموا بالقوانين وبغينا يحيدوا لنا الخطافه ويصوب لنا الطرقان، وحنا معاهم في القانون ما عندناش المشكل. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.